انشطه خارج البيت وخارج الزوج وخارج الابناء، باش انها تشارك في جمعيات، باش تحس بداك القيمه ديالها خارج داك الوطن. لان كاين اللي كتخاف من الانفصال، لانك تقول لك كتعرف نفسها وكتعرف ذاتها انطلاقا من البيت، فإلا خرجت منه راه ما بقاتش عندها قيمه. هذه هي الطريقه اللي بغينا نساعدوا فعلا هذا النوع من السيدات. والله يصبرهم يا ربي. شكرا لك منى الصباح. نمشيو لحظه مشاهدينا عن شف هذه ووصفه لذيذه جدا، هي تتبان سهله لكن عندها قواعدها غادي نعرفوها اللحظه. هادي صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير مشاهدينا الكرام. انا فرحانه اليوم دايرين لي بات ياك. لي بات بطبيعه الحال هذا تحت طلب المستمعين، قال لك ودي شنو نديروا بالكفته؟ مشاهدين مشاهدين بطبيعه الحال، كل شيء المشاهد المستمع كل شيء بحال بحال. دونك قال لك عندنا الكفته بارفوا تبغيو ديروا البولونيز. انا اقترحت عليهم عوض ما نديروا كفته مثلا في طاجين، حنا غادي نديرهم دي بات بواحد الطريقه سهله. اول حاجه اللي خصني نوري لهم، خصني نوري لهم لاصوص كيديروا ليها. لان لاصوص ديال لي بات ورينا لهم بامال دو فوا، بصح هذه المره غادي نوريها لهم بواحد الطريقه احترافيه باش هما كيديروها في الدار تصدق لهم، يقدوا يديروها للبيتزا ويقدوا يديروها لي بات. جميل. اول حاجه غادي ناخذوا جوج عواشق ديال زيت العود. انا تنقول زيت العود لان بارفوا الا درنا زيت الاخرى البلديه زيت الاخرى ما غاديش تطلع لينا لاصوص كما بغينا. دونك تنديروا واحد نص ديال البصله هنا غير على كونتيتي على حسب 500 غرام. الا كنا غادي نديروا كيلو ديال لي بات نص كيلو ديال لاصوص. الا كنا غادي نديروا اكثر خصنا نكثروا في المسائل الاخرى. دونك تندير البصله، تناخذ واحد جوج حتى ثلاثه ديال الخيزو بحال هذا الشكل هذا، تنحطهم لان خيزو تيعطينا واحد اللذه زوينه في لاصوص. وجميع لي صوص اللي تنشوف فيهم اللي تيديروا فيهم لي بات الا وكتكون هذه هي لاصوص اوريجينال ديالو، فيهم البصله والخيزو وماتيشا. والكرفس، الا ما كانش الكرفس وخيزو والبصله في لاصوص ديال البيتزا ديال البيتزا او لاصوص ديال لي بات، راه سي با زين صوص نورمالمون كتكون يعني بحال اللي نقولوا حنا مزوره. دونك تناخذ شويه ديال الكرفس وشويه ديال الربيع مخلط من السم بحال هذا الشكل هذا، تنقطعوه حطوا بحال الطريقه هذه، تنشحروه واحد المده ديال 4 5 دقائق حتى تيشد مزيان. ابغى شنو تناخذوا؟ تناخذوا المطيشه تنقطعوها دي طرونش بحال هذا الشكل هذا، وتنخليو داك الماء ديالها تينزل. ملي تينزل حتى تينزل باش ديك، لان داك الماء تيعطينا واحد الحموضيه، وحنا باش نقتلوا ديك الحموضيه شنو خصنا؟ خصنا ناخذوا واحد معلقه ونص ديال الخل، لان الخل ملي تيتحرق تيعطينا واحد المذاق زوين. ابغي تناخذ واحد جوج ديال الريوس تات لها ديال الروز ديال الثومه. شكرا سميره. ابغي تناخذ الابزار، الزعتر هذا، الزعتر بطبيعه الحال الزعتر، تنحطهم هنايا. عاد تناخذ المطيشه ديالي وتنحطها هنايا. هاد الشيء باللي تحطوا يعني بطريقه كبار طروفه كبار يعني غطحن من بعد بطبيعه الحال، لان حتى تيطيبوا، لان المطيشه ما حد هي تطيب وما تنحطوا معها لا ما حتى شي حاجه، ما حد هي تطيب. شكرا سميره. ما حد هي تطيب المطيشه الا تطلق لنا داك الماء ديالها وغادي ترجع لنا صغيره هي للبصله، تنخليوها تطيب هكذا واحد المده ديال ساعه نص ساعه حتى كترجع لنا تقريبا واحد بحال الماء يعني تتحل كامله. ابغي تنطحنوها. ملي تنطحنوها كاين هنا الاختيار، اللي بغى يصفيها تبارك الله، اللي ما بغاش يصفيها خليها. ملي تخليوها مزيان نخليوها بطبيعه الحال، ملي تنطحنوها تنزيدوا في واحد العاشق ديال السكر وتعطينا هذا طبيعه الحال هذا لاصوص هذه. دونك ملي تنساليو هذا سميتو خصنا نوجدوا الكفته ديالنا. الكفته هنايا تناخذ فيها ندير فيها غير المليحه والابزار سيتو، يعني ما ناخذوهاش من عند الجزار بالقامه ديالها، ناخذوها طبيعيه ريجيم. نحطو بحال هكا الطريقه هذه، لان اصلا لاصوص تبارك الله من السما مزيان، من السما بطبيعه الحال خاص الكفته هي تاخذ هذه السما اللي كاينه في لاصوص. بطبيعه الحال تنديرو بحال هكذا، تناخذوا دي بول بحال هكذا بحال هكذا، تنحطوهم هنايا. كاين اللي تيدير تيدوزهم في الدقيق، لا انا تنقول لي بول اللي غادي نديرو مع لي بات ما نديروهمش في الدقيق، لان اكيد لان الدقيق غادي يدير لهم بحال الغشاء، ما غاديش يمتصوا كاع هذاك الشيء اللي في لاصوص. عندي ما يتسلك راه زعما عند كيف مع الكوزينه ما غاديش نقول والو. هذا عشقا وحبا في الطبخ وفي المطبخ، فن الطبخ تماما. دونك تنديروا لي بول بحال هكذا، تنخليهم تيرتاحوا واحد يطيبوا لنا واحد جوج ثلاث دقائق اربع دقائق. دونك ملي تنديروا بحال هكا ما نديروا معاهم لا مطيشه لا حتى شي حاجه، لا زيت لا حتى شي حاجه، تندخلهم للفران.
اللي عنده الفران يديرهم في الفران، اللي ما عندوش يحاول هنايا ولكن ما يدير معاهم لا زيت لا والو، يبقى يقلبهم شاك فوا حتى ترجع لنا بحال هاد. ملي كنخرجوهم من الفران شنو تيوقع لنا؟ تيخرج لنا بحال هاد الشكل هذا، بحال هذا. نحول انا داير معاهم لاصوص، داير معاهم لاصوص. دونك تدخلهم الفران بلا صوص ديالهم؟ لا بالفران غير بوحدهم، اي بوحديتهم. تتشدو تنهز شويه ديال لاصوص وتلوحها هنايا، تنهز لاصوص بحال هكذا تلوحها تما، عاد كنبقى نشرملها هنا فوق فوق العافيه واحد الشويه. دونك لي بات كيكونوا ديجا عندي موجودين، كنكون طيبتهم واحد سبعة دقائق. ملي تنطيبوهم سبعة دقائق شنو تنديروا؟ تنهزهم تنحطهم في شي شبكه وتندير عليهم زيت العود وتبقى نخلطهم، ما نديرش ما يتلصقوش وما نديرهمش تحت الماء، لان بزاف من واحد تيديرهم تحت الماء كيقول لك باش نبردوها باش نوقفوها، فكره خاطئه. لي بات كيما بغى يكون النوع ديالهم نطيبوهم سبعة دقائق، سبعة دقائق نحطوهم ونحطوهم في شي شبكه وندير عليهم زيت العود ونخليوهم، لان علاش كيبقاو يزيدوا يطيبوا؟ كاين اللي كيقول لك نو غادي ندير عليها بزاف ديال لي ريستورون تيطيبوها ويديروا عليها الماء بارد باش يوقف الطياب، نو هذيك فكره خاطئه. دونك انا تنهز هذا فاش كطيب هكذا مزيان، تنهز لي بات بحال هذا الشكل هذا. الطريقة هذي تبقى الخلط، وانا على يقين سميرة هذه اللي غادي ياكل الريحة عاطية الخبر. يا ريت كون المشاهدين شموا معنا هذه الريحة هذه اللذيذة والشهية ديال لي بات. تناخذ واحد شوية ديال الزعتر، مازال الزعتر تنشدو يديا بحال هكذا. هذه هي لي بات لاصوص ديال لي بات الحقيقية ياك؟ وي الطريقة هذه. ابغي تنسالي تناخذ التبصيل ديالي، تناخذ التبصيل شنو تندير؟ تنهز لي بات في الوسط بحال هذا الشكل هذا. اي شوية باش ما نعمروش ياك. كاين الخير، تفضل. على الطريقة هذه بس تكون مشربة هذيك ال مشربة بطبيعة الحال، وتنحطو هذه أكيد وليدات صغار كل ما يحمقوا على هذه الوصفة هذه تكبر ياك بطبيعة الحال. سولوا السي توفيق يقول لنا واش حتى هو دونك تنهز واحد الفرشيطة بحال هكذا، تناخذ شوية زيت العود تنبقى ندور بحال هكذا، ومن بعد تنحط الفرشيطه ديالي هنايا، تناخذ شي ديال الفغوماج وتنقدموه بالصحه والراحه. وهذا الطبق ديالنا وجد. الله يعطيك الصحيحه، شكرا لك شاف هادي على وصفه اليوم. وانا تنشكرك باسم كل الاطفال الصغار والامهات ديالهم، لان اليوم في الليل حيت لهم بعد هذيك اللي غيبقاو يفكروا شنو غنديروا العشاء، باين شنو غادي يديروا اليوم. شكرا لك شاف الهادي. لحظه نمشيو عند الفقره المواليه، فقره الجمال مع غزلان مكوار. غزلان مكوار صباح النور. صباح الورد سميره، شنو مقدمه لنا من جديد اليوم؟ الوغ اليوم ما دمنا مقتربين يعني لشهر رمضان الكريم، كنعرفوا شهر رمضان تيكون مصروف بزاف، دونك اليوم غنوريو السيدات كيفاش يمكن لهم يقتصدوا، لان تنعرفوا بان السيدات حنا ملي تنخرجوا نديروا الشوبينغ كنشريو الى ما تشهت عيننا فوالا في المنتوجات، الشعر الوجه اليدين الرجلين الجسد لوليداتنا للرجال، دونك كنشريو بصراحه بزاف. ولاش دائما كنبقاو نقولوا ما عندناش هاد لاكريم نشريو؟ حنا راه كنساو بان لاكوافوز عندنا عامره او الحمام عندنا عامر، وتنقولوا هاد الشامبوان ما والمنيش، كنبقى نقلب بعض الاحيان تنشري واحد المنتوج باغ اكزومبل شامبوان ما تيوالمنيش الشعر ديالي كنساه وكنحطو. لا اليوم غنوريو السيدات كيفاش حيل، كيفاش يمكن كيف ما وراتنا هدى جنان يعني لبسه عاديه لبسناها وعاودنا كيفاش نعاود نأمختيوها. فغنوريو السيدات كيفاش هاد المنتوجات اللي شريناها وما والمتناش كيفاش انها نصلحوهم وغترجع توالمنا بزلنا. الوغ مثلا غنبداو بالشامبوان اللي هو بزاف السيدات كنشريو الشامبوان وكاين اثمنه مختلفه، كيبدا الشامبوان من 10 دراهم حتى ل 300 درهم وما فوق. دونك حرام نشريو منتوج بحال هكذا يعني شامبوان ونغسل به ونشوفوا بان ما والمنيش نرميه او نخليه على جنب. كيفاش يمكن ننسى ان شامبوان؟ الوغ خصنا نعرفوا بان مصايب من لا باز لافونت يعني داك الاساس منظف. الاساس ديالو منظف، كيف يمكننا ننظفوا به الشعر؟ يمكن نصلح مثلا دونك ان شامبوان انا ملي تيكون ما يصلحليش الشعر كنخليه كوم جيل دوش او لا تنديرو في قريعه تيجيو عندي الضياف تيمكننا ممكن نفس لا باز شامبوان يمكن لك
الوغ مصايب من لاباز لافونت فيه دو سيليكون يعني فيه مواد فيه مواد اللي يمكن لها تصلح لو كور يعني منظفه للجسد. الا خديناه بعض الاحيان تناخذوا شامبو تقرعي كبار 500 مليلتر هذا يمكننا نخليهم حتى من يجيو عندنا الضيف خصوصا الشامبوانات كتكون الرائحه ديالهم جميله ما فيها باس الا نديروه في واحد القريعه بحال هكذا ونخليهم يجيو عندنا الضيف نغسلوا به اليدين ديالهم بطريقه مزيانه. دونك ها الشامبو الفكره الاولى. الفكره الثانيه هو بعض الاحيان كيبقاو عندنا كريمات ديال كنشريو كريم باغ اكزومبل انا عندي البشره دهنيه وغلطت او جاتني كادو كريم للبشره اللي حساسه او جافه كتكون يعني ديك الكريمه ثقيله عليا ودهنيه بزاف عليا حرام نرميها. شنو غادي ندير بها؟ مره في الاسبوع غناخذ هذيك الكريم ياك بهذه الطريقه غناخذ منها كميه كبيره وغادي نحطها على البشره ديالي كامله على الوجه كامل الكونتور دي زو واخا عندي البشره دهنيه ماسك غنستعملها كماسك يعني هي كانت كريم يعني غادي نغذي بها الوجه ديالي فوالا غنغذي بها الوجه ديالي مره في الاسبوع نحط ماسك الوجه العنق اليدين ديالي بهذه الطريقه نخليها المده ديال واحد ربع ساعه 20 دقيقه ومن بعد كناخذ غير المشواه وتنمسح الزائد كتكون البشره المسام ديالها محلوله شربت غير الكافي ديالها يعني البشره ما تنساش بان راه ذكيه كتشرب غير الحاجه اللي محتاجه ليها وكتخلي في لا سيرفاس الحوايج اللي ما عندها بهم غرض او لا اللي غادي يعني غيغديوها كريم دو جوغ اللي من يدمان كريم دو جوغ او لا دو نوي غنستعملوها كماسك خصوصا الوجه والكونتور دي زيو لان كنلقاو بان الماسكات الكونتور دي زيو قلال ولا كاينين في ماركات كيكونوا غاليين دونك هذيك الكريم ايدغاتونت فوالا يكون منتوج يكون طبيعي واضح. من الاحسن ما يكون ما فيهش بارابان ما فيهش مواد اللي هي مضره بالبشره. ثاني حاجه غادي نجيو الكريمات اللي كيصلحوا لنا بوغ لو كور وما تتعجبناش الرائحه ديالهم كيمكننا نضيفوا فيهم زيوت ديال الاساس وكتصلح كريم ديال لو كور ملي نخرج من الحمام ديالي. حاجه واحده اخرى نزيدوا لها قطرات ديال زيت الاساس ديال زيت الاساس ماسكارا الوغ ريسيل هو الحاجه اللي يمكن اللي كنشريو بزاف حنا السيدات هو حاجه تينشف ما تيتقاداش تيمكن له يدي لك 6 شهور 7 شهور حنا غير ملي تينشف لينا تنرميوه. علاش نرميوه؟ هو حيله سهله غنوريك هذا دابا يبس لي شفتي هنا شف غادي يمكن لي غير نوضعو في كاس ديال الماء غليان مده ديال واحد 10 ديال الدقائق غنخليوه يعني في هذا الماء سخون الماء ساخن فوالا غادي يسخن غادي يسخن لينا هذا الفلاكون غادي يسخن لينا المنتوج ومني غادي تحليه انا نحلو دابا قدامك واخا ما دازش المده نورمالمون الكافيه غتبان لك لابغوس شتي كيف ولا تيجري لابغوس ها هو ديجا بدات تتيدم ولا بان ناش بزاف نزيد فيه غير قطرات ديال زيت الخروع لويل دو غيسان اولا الزيت ديال اللوز واضح. حاجه واحده اخرى اللي مهمه بزاف السيدات تنبغيو نشريو دي فون دو تان اللي نضرقوا بهم العيوب ديالنا تتكون في لو كور. بعض الاحيان غادي نلبس جلابه او قصيره او اون غوب وغادي وعندي اون بتي طاش اولا حبيبات في الرجلين ديالي في لي جومب كيفاش يمكن لي ان فون دو تان شريته وهذا واقع يا سميره. هذا الفون دو تان انا شريته الا لاحظتي مفتوح اللون ديالو مفتوح على البشره ديالي ما غاديش نضيع فيه هذا تنخليه ملي تنكون معروضه. شنو تندير به؟ هلا غناخذ شويه الفون دو تان وغناخذ معاه شويه لا كريم دو جور ديالي ياك غادي نخلطهم بجوج بحال هكذا وغادي يولي هذا هو لا كريم فوالا لا بيبي كريم ديالي اللي غادي يمكن لي ملي نكون معروضه او لابسه شي حاجه وما بغيتش نلبس ليبا غادي يمكن لي ندهن بها لي جونب ديال السيدات اولا هنايا ملي تكون لابسه ان تيشيرت سيده يمكن لك توضعه بهذه الطريقه. اول حاجه غادي لا كريم غترطب لا بيغمونطاسيون شو ما غتحتاجش تلبس ليبا السيده ما غيبقاش لي ديفو باينين وبنفس الوقت كتعطي واحد اللون واحد الاشراقه لي جونب ديالك. دونك هادو هما كانوا حيل اللي السيدات يمكن لهم يستافدوا منهم تيشوفونا بحال هاد الحيل غزلانه جيبينا منهم مازال الله يخليك قال لي الوغ لي ديماكيون انني تيبقاو لي ما تنرميهمش تنمسح بهم لي شوسور ديالي بالكبير الا فات الوقت ديالهم ما نرميهمش لي فوتوي اي حاجه بالجلد لي ساك يعني السيدات كنعرفوا في هذا الشهر كيكون المصروف بزاف
الوليدات عطله، الرجال كيكونوا اون كونجي، ما نزيدوش نتقلوا حاجه مصروف على مصروف. يمكن هذوك المواد اللي عندكم في البيت ديالهم تخرجوا منهم فلوسهم ماكسيموم. رائع، شكرا لك. كما قلت لك تعجبونا هاد الحيل هادي في ريجيم منهم، الوليدات وكنحسوا بهم، حاجه اللي تضرهم تضرنا. اكيد شكرا لك عزيزه مروان. نمشيو للحظه، نختموا حلقه اليوم باستضافه فنان نجوم ونجوم مع ليلى شويه. ليلى شويه لك الناس نقولوها يمكن اول مره في صباحيه دوزان تنصادفوا فنانين ديال السيرك. اكيد سميره، اول مره في صباحيه شحال دابا 5 سنين تقريبا. صحيح. صباحيه دوزان اول مره غادي نصادفوا فنانات تبارك الله عليهم، شباب اللي بدعوا في هذا المجال هذا. اليوم غادي نقدموا لكم شباب مغربي هما خريجي المدرسه الوطنيه ديال السيرك الشمسي، شباب قروا انهم يمتهنوا السيرك ويبدعوا فيه ويقربوه اكثر للجمهور المغربي، وعندهم الجديد ان شاء الله في رمضان المقبل. تعرفوا على المواعيد ان شاء الله ديالهم. بدر الدين هوتر مرحبا بك معنا، المشهور بسنوبي، غادي نعرفوا علاش سنوبي. مصطفى الفكاك سوينغا، ياك غادي نعرفوا كذلك علاش سوينغا. فانتم تبارك الله مجموعه ديال الشباب اللي اختاروا انهم يمشيوا في هذا الفن هذا، فقربونا من كيفاش تلاقيتوا، كيفاش حتى اختاريتوا السيرك. سير صافي، هو اللي دخلني للمدرسه السيد. لا لا، انت اللي قلتي لي سير راه كاينه في الدوره. لا لا، احنا تعرفنا في مدرسه السيرك، انا خرجت من البرومو الاولى، احنا كنا في البرومو الاولى كنا جوج. مدرسه السيرك فين كاينه؟ كاينه في سلا. المدرسه الوطنيه للسيرك الشمسي. كاينه مدرسه واحده في المغرب، كاينه واحده هي اللي في سلا. هي اللي كاينه في سلا. كيفاش تلاقيت؟ هي لاسال وتلاقيت مع مصطفى. فين تلاقينا؟ في بولفار. بولفار تلاقينا في البولفار، جا قال لي راه انا بغيت ندخل المدرسه، وديك قلت لي اجي. دونك جريتي جامع انا تا هو مصطفى المدرسه. هو البرومو الاولى والبرومو الثالثه. تخي بيان. شحال كتقراو تقريبا في السيرك؟ في السيرك كتقرا سوا 3 سنين سوا 5 سنين. على حساب النيفو ديالك. ما سالناش. Ça dépend du niveau de cirque ou niveau scolaire. Alors, parce qu'à niveau scolaire, c'est mieux. Bien sûr. La curiosité. Quel est le niveau scolaire justement pour entrer dans l'endroit de cirque? Chasse chez Chorot, pour entrer dans l'endroit. Chorot, c'est normal. C'est qu'on a déjà abouti une condition physique, connaissance de l'acrobatie ou de la jonglage, là. Après, tu passes un casting. Tu passes un casting d'une semaine. Un casting qui dure une semaine. D'accord. Tu fais du théâtre, la danse, conditions physiques, cool chic. Tu touches à tout. Ou ce qu'on se barre, c'est le plus important. Ou ce qui dépend du niveau scolaire, qui est 3 niveaux. Qui est niveau qualification, au niveau bac, qualification, niveau bac et bac plus. Qui est 3 niveaux. دونك انت كدوز لك حتى عندك نيفو عيان، كدوز 5 سنين تتفورما فيها، وعاد باش كنشوفو حيت في ليكور خاصك تخرج عندك واحد الشهاده اللي انت كتمثلها، يعني خاصك تكون واحد النيفو عندك مزيان، سينو غادي تبقى اكثر. انا بغيت نعرف كيفاش قدرتوا تقنعوا والديكم بهذا الاختيار ديالكم، لان ماشي سهل انك شنو قلتي ما سمعتش. هذه حريره كبيره. ماشي سهل انك تقول لوالديك انني غادي نمشي ندير السيرك، غادي نقرا فيه وغادي ناخذ ديبلوم فيه، كيفاش قدرتوا انتوما؟ سنوبي انا قوى فيكم الصوب بعد اليوم. انت تفضل انت. لا لا، احنا ديما بحال هكا. حيت شكون انا؟ لا انا السلاوي هو كازا. الوغ والدينا هذا سيتي ديور، حيت انا كنت كنقرا لارشيتكتور افون باش نمشي ندير السيرك. لينا؟ خريت في لينا. داكا. قريت تما كاين. لا ما تخرجتش من هنا. شايفاك تما. قريت تما كاين وما قدرتش نكمل، فهمتي؟ ما خفت نولي ندير كرافات وكاس في البيرو، فهمتي؟ خفت. يعني انت فنان اصلا. لاباس. انا جافي بور دو فيغ ما كارييغ على هاد الجهه هادي، مي جي ديسيدي نخرج. مي بارون كانت صعيبه. كانت صعيبه بزاف مع والديا، حيت باش تخلي ليكول ناسيونال داركتيكتور. كيقول لي الوالد راه غندير السيرك. كيفاش السيرك؟ دير تولي كلون. الا با بي كومبخوند في الاول شنو هو السيرك. بعد ما كتقول لي ندير السيرك يمشي. تمشي كيقول لك لا كتخش الدماغ. كتخلص الدماغ. مي ابخي من جا كيشوفني بروميي سبيكتاك اللي درنا مع ليكول اسليت مع جواد السناني، جا شافو الى بي كومبخوند كا هذا هو السر اللي كتعاود لي عليه. حيت حنا جينيرالمون السيرك عندنا هو الكلون. هو الكلون والحيوان. مي السيرك ماتنون سي ديفلوبي، دابا كاين السيرك كونتومبوران، السيرك المعاصر.
اللي كيجمع ما بين لا دونس لا دونس الموسيقى لا كوريغرافي كلشي كاع سي ان ار فيفون كي راسوم توت لي زار. شنو هو نوع السيرك اللي كديروا نتوما؟ حنا سيرك معاصر اللي كنديروا انا كيفاش هذا السيرك اللي عندنا هو السيرك تعتمد على الاساس على الانسان اكثر منه كيعتمد على اشياء اخرى لما اشياء اخرى غير هي وسيله للتعبير تعبير احساس عند بنادم كجميع الفنون كالرسم كالموسيقى يعني شي حاجه عندك باغا تعبر عليها كتعبر عليها في السيرك وكتبان لي انايا ابار اننا حنا ديزارتي السيرك حنا داكشي كيعجبنا لدرجه اننا كنحسوا براسنا كنداواو فيه ملي كتجي مريض وكتجي كتخدم داكشي كتخرج صحيح تيظهر لي بان السيرك تيطلب مؤهلات اكثر من الفنون الاخرى لان خاص تكون عندك مؤهلات مختلفه ياك هو من ابار حنتيش كاين واحد الكوطي اللي غادي اللي نقدروا نقولوا فيزيك اللي خاصك تخدم فيه الكوطي فيزيك ولكن تكنيكمون داكشي خاص تكون عندك واحد الكونديسيون فيزيك مينيمال ولكن كاين واحد الكوطي اللي هو اهم اللي خاصك تخدم فيه دماغك مثلا سنوبي لا سبيسياليتي ديالو هي داك مانيبيلاسيون دوبجي ياك كامله على مانيبيلاسيون دان اوتر جونغ دونك هادشي كلشي غير دماغ ياك وكتبغي الخدمه كيعلمك الصبر هادشي بزاف واش السيرك ديالكم كيتوجه لكل جمهور كبير صغير تماما توتاج هو في العموم السيرك في العموم السيرك كيتوجه جميع ماشي نخبه هذه سيكن خاصكم تقنعوا بها الوالدين ديالكم بان السيرك ماشي على الاطفال هذه حتى هي هو دابا مشكل حنا عندنا مشكل ثقافي اكثر منه مشكل ماشي غير الوالدين مع المجتمع كامل خاصك تقنعوا خاصك تقنعوا بانك انت حيتاش ان فوا كتكون فنان فكيبداو الدماغ ديالو كيتوجه شي حوايج سلبيه ديما هذه في العموم عاش ملي كتكون فنان سيرك انك ما تبيعش الفلوس انك ما غاديش يكون عندك مستقبل وانه ماشي منا صحيح صحيح انكم ما غاتربحوش الفلوس ما هذا جو بو ريبوند لا كيسيون هذا حنا النهار الاول من عزلنا هذا الميتي هذا الميتي هذا ما عمر داروا شي واحد حنا الاولين اللي تنديروه تجربه هنا ديجا كانوا شي واحد تسمع راه كاين طبيب ولا درتي الميديسين غتولي طبيب ولا الاخر دار الطب الاخر دار الانجينيوري الاخر دار هادي واضحه واضح ليتينيغار ديالك فين غتمشي راه لك خدمتي غدير هادي غادي تكون عندك كابيني ولا حنا ما عارفينش حنا راه نهار خرجت الاول من المدرسه انا درت بحال هكا فين غنمشي نخدم فهمتي سي سا لا كيسيون كي سبوز التروازيام بروموسيون مازال كتخرج مازال كتقلب فهمتي من غير تقلبوا لا حنا دابا كنصاوبوا حنا عندنا واحد الفلسفه الا ما لقيتيش الطريق ديالك تمشي فيها تصاوب الطريق هذا الشيء اللي كنديروا هاد الشباب هادو بدعوا في هاد في الفن ديالهم وكتنظموا في شهر رمضان وكل شهر رمضان كتنظموا مهرجان سميتو الفطوار الوغ شنو هو الفطوار فوقاش غادي يكون الفطوار وبغينا نشوف بغينا نعرفوا الفطوار وغادي نمشيو نشوفوا الفطوار معنا يلا شنو الفطوار؟ الفطوار هذه هذا العام غادي تكون ليديسيون الثالثه ديال الفطوار دونك حنا درناه سنوبي كان خارج العام الاولاني ديالو وحنا كنا مازال في المدرسه الوطنيه للسيرك وقررنا باش نديروا شي حاجه لكازا حيتاش في كازا ما كاين والو فهمتيني رغم اننا مدينه كبيره ما كاين والو في الكوتي ارتستيك ديال السيرك وكاين لي زارتيست في كازا بزاف فقلنا ما يمكنش ورمضان رمضان هو الشهر الوحيد اللي كيديروا كل شيء بوز حتى واحد ما كيخدم في هذا الشيء الكوطي ديال الفيستيفال وداك الشيء قلنا حنا نهار شهر رمضان غادي نديروا شي حاجه الناس ديال كازا وكان عندنا ديما حنا العروض ديالنا غالبا كنديروهم في السلاله الرباط داك الشيء حنا ولاد كازا زعما قررتوا انكم كل عام ديروه في كازا في كازا وهاد لا كومباني ديال سنوبي والدراري كاملين كيمستقرين في كازا فقلنا نديروا ونديروا في زاباطوار حيت البطوار القديم واحد اليوم اللي حنا كنضاربوا عليه كفنانه اللي الدوله بغاو يحولوه يديروا شي حاجه اخرى باركين كل مره تسمع شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء اللي كنديروا فهمتيني نتوما كديروا فيه دونك في رمضان تيكون جد حساس ذاك المكان يقدر ما كيكون خاوي ان حنا نعمروه فهمتي وكنعطيو لي زاتولي تما ديال السيرك وكان المهم غادي نعرفوا الفطوار من شنو كيكون في الفطوار من خلال هاد الصور اللي جبتوا لينا لي زيكستري ديال الفطوار ونرجع نكملوا الحوار ديالنا معكم تفضلوا
الفطوار غادي غادي نمشيو نشوفو ان شاء الله. بغينا نعرفوا شكون اللي كيعاونكم في الفطوار، واش نتوما من جيوبكم كاين عندكم دي سبونسور، واش نتوما كتمشيو كتقلبوا على جهات اللي تعاونكم؟ لا بروميير اديسيون ما عاوننا حتى شي واحد، ونتي اوبليجي نخرجوا للزنقه ونديروا دي سبيكتاكل دو رو ونجمعوا الفلوس في الشابو. بالفلوس هذيك درنا واحد بكل شرف بكل فهمتي، حيت بزاف الناس ملي كيشوفوا كذا كيقولوا هذا طلاب هذا، لا مي هذاك سي اون كونتر بارتي، كنفرجك بغيتي تعطيني عطيني، ما بغيتيش جي با دو بروبليم، تفرج اسيدي تفرج اسيدي وصفق هذيك التصفيقه حتى هي زوينه. نكمل الوغ كنا درنا اون تورني من كازا جديده اسفي الصويره، درنا ان تور جمعنا فيه الفلوس واحد لا سون دارجون راه كاينه في الفيديو الفيديو كاين فيها داكشي. جمعنا الفلوس جبنا هذيك ميكا عامره بالدراهم وداكشي جبناها حطيناها هكا، وجبنا لا سونو جبنا ليكليراج درنا لي ديفريمون درنا الفطور لمده سيمانه للدراري وداكشي. هذه لا بروميير اديسيون. لا دوزيام اديسيون هي بوكو جون كي كومونس سانتيريسي، كاين كونسي ريجيونال دو لا كولتور بزاف الناس بداو كيعاونوا شويه، عاوننا تيخنوما عطاتنا ليكول سيرك الشمس، مدرسه السيرك هي كتعاوننا في هذا النطاق هذا. ولا ثروازيام اديسيون ديال العام هذه كاين بزاف الناس اللي عاونينا سورتو كاين فيها ليوزين، ليوزين واحد لاسباس كولتورال تحل في عين السبع، سي لو سول اسباس لي جوسكا ميتنون كي بوغ لا كولتور التيرناتيف مسرح لا دونس. وليتو كتحسوا بعدا كاين كتحر يعني كتحر غادي غادي الدوار تبارك الله عليكم. الوغ ذكرونا باللي دات ديال الفطوار فوقاش غادي تكون في شهر رمضان المقبل؟ الفطوار فيه جوج ديال لي بارتي، بارتي فورماسيون كنعلموا الناس اللي بغا يتعلم هادشي كنديروا لانسياسيون سيرك، غتكون من 29 جوان هاد الشهر حتى 3 جويليه ياك، غتكون في لي زاباطوار غادي يجي مع الربعه د العشيه تيقرب يودي الجميع مفتوح للجميع لي زونفونس كل شوتاج شوتاج شوتاج. وبالليل عاد باش غادي نبداو ان شاء الله، عندنا غادي نبداو من 7 في شهر 7 حتى 11 7 ان شاء الله غادي يكون من 6 جويلي حتى 11 جويلي. اييه 7 غادي يكون عندنا هذاك الاول لا بروميير دات تكون في الرباط في لا رونيسونس، سي اون كاباري دو سوتيان، غنديروا ان كون كاباري سيرك. لكن قبل دي دات كاين وي داكور كاين لو 4 غيكون دي كارت بلونش في لا سال بيروت في لي زاباتوار. في زاباتوار غادي يكون مع العشيه مور التراوح، مور التراوح هادشي ديما حنا حتى كيصليو الناس كيساليو تمليو حتى شي واحد مور التراوح. لو 5 لو 5 غيكون عاوتاني سبيكتاكل في لوزين غيكونوا دي كارت بلونش عاوتاني وعاوتاني لو 7 كاينه سواري دو سوتيان في لا رونيسونس كافي رونيسونس اللي كاين في الرباط، و لو 8 غيكون سبيكتاكل ديال اكروش توا لا كومباني اكروش توا ديال الباركور غادي يكون في ساحه الرشيدي، موراها كاين واحد سبيكتاكل ديال ديربي ديال ديربي راجل الوداد ديال كولو كولو السيرك. دونك غنشوفوا الكره هاد الطرف ان شاء الله غادي نعطيوهم النوال الا سمحتي سميره، نعطيوهم النوال العالميه اللي تعطينا لي دات كاملين يقاوهم المشاهدين في صفحه الفيسبوك صباحي دوزيام بوان اوفيسيال، ولا يعيطوا النوال العلوي 05 22 63 77. اخر حاجه سميره انا بغيت نخلي لكم اخر كلمه للجمهور ديالكم، وشنو كتمناو من خلال هذه المهنه اللي اختاريتوا انكم تكملوا فيها المشوار ديالكم فيها، فاخر كلمه لكم غير اخر حاجه للمشاهدين ديالنا راه سبق وشافوا شافوك يعني وجهك ما غريبش عليهم لانك شاركتي في برنامج تلفزيوني تلفزيون الواقع اللي كان اراب جود تالنت، البرنامج اللي يعني قدمتي فيه المهارات ديالك، فاخر شنو تقول لنا على هذه المشاركه ديالك وعلى هذه التجربه بالضبط؟ اراب جود تالنت سمحت لي سورتو باش الناس يزيدوا يعرفوا سي كو ان ارتيست دو رو، حيت درت انا جو مو سوي ريبريزونتي كفنان شارع، والناس في العالم العربي وفي المغرب ولاو كيفهموا سي كوا لاغ دو لاغ، فهمتي شنو هي فنان شارع؟ حيت كيسمى فنان شارع كيتحاموا شي واحد ناس الزنقه ولا ما عرفت شنو، فهمتي؟ مي ابخي عرب كوت تالنت الناس ولات كتفهم الى بي كومبخوند شنو هو لو تام تاع فنان الشارع. وهذا ساعدك كذلك. اخر كلمه تفضل. اخر كلمه غادي نوجهها لجوج الناس اللي هو الجمهور المغربي، نقول لهم دعمونا ياك، لان حنا ولادكم وحنا منكم وكنبريزونتيوكم نتوما يعني الا كنا حنا كنديروا شي حاجه راه حنا كاملين مغاربه منا وليكم، وباغي نقول لي زارتيست اللي بغاو يكونوا بحالنا زعم وخذ لو شوا ديالك، حيت حياتك كامله غتبقى معلقه في بيرو الا ما درتيش هادشي اللي كتبغي. شنو حياه واحده
كنحيفوا لا فيبر. بارك الله عليكم، شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم، انا تشرفت كثير بمعرفتكم وكنتمنى لكم التوفيق في هادشي اللي اختاريتو انكم ديروا. كثير ليلى معاهم، كثرنا معكم كثير. شكرا مشاهدينا، غادي نتلاقاو في حلقه اخرى من صباحيات دوزام، غتكون معنا بروفيسور ام لفقره امومه، وغادي تكلمنا على المخاطر ديال الالعاب الالكترونيه، الشاشات الالكترونيه بالنسبه للاطفال الصغار وحتى الكبار. دكتور نبي عيشه غادي يعطينا نصائح بسيطه للصيام الصحي الكل، والمزيد صباحيه دوزام، نهاركم مبروك، الى اللقاء.